مرحبا بكم في حلقة جديدة من فاست نيوز. إليكم أبرز ما حصل في الأسبوع الماضي. أشاد كريستيانو رونالدو بنجله الذي توفي أثناء الولادة بعد تسجيله لمانشستر يونايتد ضد أرسنال عند عودته إلى كرة القدم. غاب رونالدو عن مباراة مانشستر يونايتد في منتصف الأسبوع أمام ليفربول في أعقاب النبأ المأساوي، لكنه عاد يوم السبت في الإمارات. كان النجم البرتغالي أول من رد على عرضية متأرجحة ليجد الشباك ويمنح يونايتد بعض الأمل بعد تقدم أرسنال 2-0. وأشار رونالدو إلى السماء تخليدا لذكرى ابنه الرضيع. خلال الدقيقة 7 من المباراة تلقى رونالدو ترحيبا حارا من جماهير أرسنال ويونايتد تكريما لابنه الرضيع. كما أعطى مشجعو ليفربول التصفيق لدقيقة كاملة لرونالدو عندما لعبوا مع يونايتد يوم الثلاثاء، حيث غنى بعض المشجعين لن تسير وحدك. يذكر أنه وصل كريستيانو رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز للمنزل مع طفلتهما بعد أيام من وفاة شقيقها التوأم وهو ابنهما حديث الولادة. أعلن كريستيانو على إنستغرام أنه عاد مع رودريغيز من المستشفى بنشر أول صورة عامة لابنتهما المولودة حديثا. تظهر الصورة التي تضم أيضا أطفال رونالدو الأربعة الآخرين كريستيانو جونيور البالغ من العمر 11 عاما، التوأم إيفا ماريا وماتيو البالغان من العمر 4 سنوات، وألانا مارتينا البالغة من العمر 4 سنوات، والأب وهو يحتضن طفله بين ذراعيه جالسا بجانب سرير أطفال وردي. وكتب على المنشور قائلا: نريد أن نشكر الجميع على كل الكلمات اللطيفة، دعمكم مهم جدا وشعرنا جميعا بالحب والاحترام الذي تحظى به عائلتنا. حان الوقت الآن لنكون ممتنين للحياة التي رحبنا بها للتو في هذا العالم. يوم الاثنين جاء بيان مشترك بين الوالدين يقول: ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي من الوالدين، فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة. لقد دمرنا جميعا من هذه الخسارة ونطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية. طفلنا، أنت ملاكنا، سنحبك دائما. ألقت إدارة شرطة لوس أنجلوس القبض على مغني الراب الأمريكي ايساب روكي على خلفية حادث إطلاق نار وقع في نوفمبر 2021. وأعلنت الإدارة عبر صفحتها على موقع تويتر الأربعاء الماضي عن توقيف مغني الراب واسمه القانوني راكيم مايرز بتهمة الاعتداء بسلاح ناري في مطار لوس أنجلوس الدولي. وجاء في التغريدة: مايرز البالغ من العمر 33 عاما وهو من سكان لوس أنجلوس والمعروف أيضا باسم ايساب روكي، تم القبض عليه فيما يتعلق بحادث إطلاق نار وقع في منطقة هوليوود في نوفمبر 2021. في 6 نوفمبر 2021 في حوالي الساعة 10:15 مساء حدثت مشادات بين صديقين في منطقة هوليوود، تصاعد الجدل وأسفر عن إطلاق المشتبه به النار من مسدس على الضحية، وأصيب الضحية بجروح طفيفة من الحادث، ثم التمس علاجه الطبي. وعقب إطلاق النار فر الشابان الإضافيان من المنطقة سيرا على الأقدام. كان مغني الراب عائدا من باربادوس مع حبيبته الحامل ريانا عندما تم إلقاء القبض عليه، وذلك حسب موقع TMZ. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة، نحبكم.